النهاردة هشرح زمن المضارع في اللغة الإيطالية للصف الأول الثانوي. المضارع عندي في الإيطالي اسمه il presente. طيب أنا عارف شوية كلمات عشان لما أشوفها أعرف إن الكلام ده أو الزمن ده في المضارع. عندي parole chiavi، الكلمات الدالة. عندي oggi، ora، adesso. oggi بمعنى اليوم، ora وadesso بمعنى الآن. وعندي أوني وتوتي ودا معنى كل، ودا بيجي وراها فترة زمنية. طيب أنا عندي الفعل في الإيطالي عموما لما بيكون في المصدر بينتهي بنهاية من تلاتة، يا إما أخره بيكون آري، يا إما إيري، يا إما إيري. طيب فيربو زي parlare يعني يتكلم، أخره آري. لما باجي أصرف في الفعل بشيل النهاية دي أيا كانت، سواء آري أو إيري أو إيري، بشيلها وبحط نهايات تانية. بحط النهايات التانية دي حسب الضمير اللي أنا هستخدمه. طب إيه هي الضمائر أصلا؟ عندي إيو بمعنى أنا، تو أنت، لوي هو، لي هي، نوي نحن، فوي أنتم، ولورو هم. بصرف الفعل حسب الضمير اللي أنا هتكلم بيه. يعني لما أقول إيو بقول بارلو، تو بارلي، لوي أو لي بارلا، noi parliamo، voi parlate، loro parlano. ده بالنسبة لتصريف الفعل في المجموعة الأولى اللي آخرها are. طيب المجموعة الثانية الأفعال اللي بتنتهي بإيري لما باجي أصرفها برضو حسب الضمائر. لما بستخدم الضمير إيو بقول prendo، verbo prendere بمعنى يأخذ. بقول إيو prendo، tu prendi، lui أو lei prende، noi prendiamo، voi prendete، وloro prendono. ده بالنسبة للمجموعة التانية. المجموعة التالتة والأخيرة اللي هي ire زي verbo partire بمعنى يرحل. لما بصرفه بقول io parto، tu parti، lui أو lei parte، noi partiamo، voi partite، وloro partono. طيب عندي إزامبي عشان توضح أكتر. إزامبي يعني أمثلة. بقول io parlo italiano. طيب أنا ليه صرفت فعل parlare؟ قلت parlo لأن عندي الضمير io، بقول أنا بتكلم إيطالي، io parlo italiano. طيب مثال تاني، بقول tu prendi caffè، أنت تاخد قهوة أو تشرب قهوة. حطيت prendi عشان عندي الضمير تو. آخر مثال عندي مع الضمير loro، قلت partono، loro partono presto، هما بيرحلوا مبكرا. حطيت partono عشان عندي الضمير loro، هما. طيب الزمن ده ممكن ألخصه بالشكل ده، إن أنا هقول النهايات اللي بستخدمها مع كل ضمير. يعني مثلا ضمير زي إيو معنى أنا، أنا في الثلاث مجموعات سواء آري أو إيري أو إيري مع الضمير إيو كنت بحط أو. لما قلت parlare صرفته مع الضمير إيو parlo، لما قلت prendere قلت إيو prendo، partire إيو parto. طيب بالنسبة للضمير تو برضو في الثلاث مجموعات صرفت مع اي، حطيت اخر الكلمة اي. لما قلت تو بارلي او تو بريندي او تو بارتي. بالنسبة للضمير لوي او لي، فانا كنت ساعات بحط في النهاية يا اما يا اما اي. طب انا كنت بحطها حسب ايه؟ حسب نهاية الفعل في المصدر عندي. يعني لو الفعل نهايته مقطع اري زي parlare قلت لوي parla، لكن لو كان نهايته مقطع اري او ايري كنت بقول كنت بحط الاي، قلت prende وقلت parte. طيب الضمير نوي في الثلاث مجموعات الاري والايري والايري كنت بحط ايامو، قلت نوي بارليامو وبرندياامو وبارتيامو. بعد كده عندي الضمير فوي بمعنى انتم، بصرفه بثلاث اشكال. لما بصرفه مع فعل من المجموعة الاولى اللي هي اري زي فيربو بارلاري قلت بارلاتي. لما بصرفه مع المجموعة التانية اللي هي نهايتها إيري زي verbo prendere قلت prendete. لما صرفته مع المجموعة التالتة زي verbo partire اللي هي نهايتها إيري قلت partite.
آخر ضمير عندي اللي هو لورو بمعنى هم، بحط ان او، وبيبقى قبل الان دي يا اما ا يا اما او، حسب ايه؟ برضو حسب نهايات الفعل في المصدر عندي. يعني لما قلت بارلاري اللي هو نهايتها اري، قلت لورو بارلانو، لكن مع المجموعة التانية والمجموعة التالتة ايري وايري كنت بقول بريندنو وبارتينو. ده كده زمن المضارع كله.